جايبنا لهنلوي قلت نحكيو شويه على راحتنا. يظهر مانيش في وضعيه باش نقدر نحكيو ونقشقشو في حناكنا مع اكسي سفيان. بالاخر نحب نعاونكم، كان تحبوا تروحوا قولي السلام تاع شكون. ماني قلت لك مش متاعي، تاع الحاج بكر. لا شوف اللي صار الليله نجمو ننساوه، اما تقول لي السلعه تابعه الحاج بكر. قلت السلعه بتاعي؟ لا متاعي انا. ايش تاع الحاج بكر؟ ماني قلت لك متاعي انا. سكر فمك، متاعي انا خويا خاتي. انا حبيت نعاون، والله اللي لازم نمشيو للمركز. توما تشديتو من المحجوز مخدرات والكميه كبيره، وهذا على قليله فيها 15 عام حبس. هاي تحرك تبعني. هذا اللي عملته أهم حاجة في خدمتنا الثقة، وأنا اليوم تأكدت أن أنتم رجال ويتعامل عليكم. هولي بعد النجار اللي مديناهولك كان فما شكون يلزم يحكي على ثقة وأحنا مش أنت. وما تعرف اللي خدمتنا الكل هريسك زادك، واللي صار اليوم ينجم يجي نهار ويصير بالحق. حبيت نعرف إذا تحتم أنتم انتحى معاكم ولا لا. صفا هكا قلت لك بيعه مقطع خويا، لحالها تربطت بلادنا على كيفكم كما تحب. استنى حاجه اللي تفهمنا فيه باش يصير. شبي وجهك مقلوب؟ حتى شيء؟ حتى شيء، نعرفك مليح. راه بدر تعاركتو؟ مصاب جينا نحكيو باش نتعاركو. ميلا شفاهم ان شاء الله خير؟ فما حتى شي تتا، ما كلي ما عينوش بيا بكا. بربي يزيني بلا تعبين، كان جاي ما عينوش بيك يخطب فيك الويه من اصل. ما نعرفش، اما درا كيفاش يتصرف معايا. كيف يترى فسل؟ كلمو في التليفون ما يهزش عليا، حتى كي جاوبني يجاوبني بعد 4 ولا 5 مرات كي نكلموينه. حتى كي نحكيو نحكيو كلمه وقص، نجي نلومو يقول لي نخدم فما حتى شي. عليه انت تحبوا يشد التليفون يعمل معاك لوفر ليله كامله؟ في بالي مخك كبير ومش متاع الشاي هذا. الراجل يخدم ويكت على ساعده، تحبوا يسيب كل شيء ويشدك انت؟ ليه مش هكاك، اما تحسوا يحكي معايا تنحيت مليمه وكهاو فما حدا شيء اخر. ليه انا هذا نسميت ليه؟ تو فما واحد يعرس تنحيت مليمه ولا ماخذه في الخاطر غير انت تهلوس بنيتك هاو. بدر استنى. مش فاهم. خليني نحكي معاك، وانت هكا دخلتك خرجت ما تسخنش بلاصه. يا مزروب قولي اش عاشتك خنمش. يا اخي انت قاعد تشوفي خطيبتك؟ شوية شوية عليه. شنو علاش؟ ماك لازمك تخرج معاها وتحكي معاها؟ راك قادم على عرس؟ اخي جد اشكالي؟ لا الحق هي مش قالتليش، اما انا هاني قاعدة نشوف. بنتي الناس ماكش معبرها راه. مش كأنك تمعت في الحكاية بالعانية؟ هي لا المعت لا شيء، مبلع خدمة هاك تشوف فيا نهار نهارين في تزاي. هي ولدي يخدم على روحك ربي عينك، اما بنت الناس لازمك تلهى بيها. راهو يجي نهار تقلق وتفد وتنجم تبطل. تبطل امورها انا ما ضربتهاش على يدي. ايوا قولي هذا كيفاش تفركس؟ ماذا بيك ترتاح من الخنق؟ اي لا خنق لا شيء، قلت لي عرس قلت لك باهي، ما فهمت شنو تحب اكثر. حبك تحرس يا عايش ولدي، هاو تبارك الله عليك بفلوسك ولاباس عليك، علاش ما نزربوهوش هالعرس؟ باهي امي هاتو نحرس وهاتو نعرس، مش هكاك انت ترتاح من؟ يزيد شي تو من البلاد، انا باش نرتاح منك؟ تينا نحبك تعرز نتهنى عليك قبل منام عيني. لطف عليك بعد عمر طويل.
ما تحط شي في بالك، تهنى ما يصيري كان اللي تحب عليه انت. الله لا ينحكي عليا. هاو خويا مريقلين. مريقلين يرحم والديك يا شيخ. اي خلينا مشينا. تغطاش عاد. اي لا مشيش خلي مرة أخرى. بوقوس. شيخ مالك ليه؟ اه. شنو هي هاك خاسر هي تنوريك؟ ستة خمسة. ستة صور. برجولي يعطيك الصحة. فبركركش ياسر غالي يا صاحبي. أنا نوال حكاية فارغة. صح عليك خويا عندك أنت حكاية فارغة مليون ونص. يا انا جيبولي فريجيدار وغاز ومعاهم ميكرون. شناهي تحبش نزهز لك الكوجين؟ لا اخويا يرحم والديك خيرك سابق. يا انبا برجولي راه خسرت فلوس وقعد يحط مليون ونص في لعبه. الدنيا غليت يا معلم وفرنك بحسابه تو. ايه ما زاد ما فيها باس كي واحد ربي يعطيه يفرح اقرب الناس ليه هكا ولا؟ تو بروح على لا الكاربطات. ايه وين كنت؟ كنت نندب على السعدي لو في خدمة. درت قريب أربع شركات وشي. برسمك التولى عيسة انتي. تعليش خدمة لازمها معارف. هكا ولا؟ صحيح. سامحني ما سألتكش حتى على حوالك. لاباس؟ تمام الحمد لله. هيا عايش ولدي قوم مشي اقرا دروسك. هاكي من انتي تلعب. كان زي جوايا. الله يهديك على هالعاملة. هو ناقص وانتي كملت عليه. كش. تي نورمال. اي رجال حبك تسمع كلام امك. القرايه من بعد يجي اللعب. باهي ما كانش نهزها راهو البلي. لا يا ما ما تزعجش. ما لا امشي اقرا دروسك. هاي خلينا نمشي انا ما نعطلكمش. تري اخويا صباح الخير. صباح الخير. اسمعني ما تحبش مد لي سيفي نزيد نشوف من شهادتي كان فما شكون يستحق خدام. لا يا عايشك ما نحبش نقلقك. بدي فما حتى قلق بالعكس نفرح كي نعاون. بالحقيقه والله ماذا بيا. هاي تمد لي سيفي ولا كيفاه؟ تو ما عنديش كوبي. غدوة نحضر لك واحدة. لا مش مشكلة. كلمني كان تحب غدوة كتب لي متفادي مد لي الأوراق. مشيت معاك. صباح الخير عايشك. عايشك. ألو. أهلا بايرو. سميح معاك. أه سميح. سامحني إذا فيك مازلت راقد. لا لا مش مشكلة. موقت لي كلمني. هاني حضرت الكوبي من سي في. وين تحب نستناك؟ انا هاني في سنتر في. صباح الخير. صباح الخير. سامحني تعبتك معايا. لا 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 تعبنا شيء. باهي هاني حضرت الكوبي على سي في. اي باهي بس ما خلينا نلقاو انا مازلت ما صحصحتش. قيمتك بكري؟ لا لا فما حتى قلق. مش تشرب. لي عايشك حتى شيء. خذ حاجه قهوه جي. باهي واحده ديريكت. واحده ديريكت. مال ديريكت. الونجي وكرواسون. جي قومين بكري سميح. نعرفك مساس تقوم مخر. نورمال 11 نص نهار. هنا كل يوم نقوم 6 نتاع الصباح. علاش فهم؟ تقوم تسالي الفجر حاضر. هكا هو ما قيمت الطفل نفطروا بعد نزول المكتب. برجولي ربي معاك صغار مسؤولي. العقبة ليك نهار اللي بجيب صغير باش ينسيك في النوم. لا يا رحم. شكون؟ ولدي. مباركة فيك ما في باليش. منين باش تعرف؟ وكيفاش مات؟ طبيب قال موت فوجي. نحكي عندها عامين هكاك. ربي يصبرك ما في باليش بك معرس. كنا صديق من بعد طلقنا كل واحد مش على روحه. نعلم ما فهمتوش؟ نجم تقول ما كانتش في المستوى رغم اللي حبيتها على الاخر تعرف. انتوكا هي اللي خسرت. هاني ما نعرفكش برشا ما ظهر ولد بابا لو ما درش. وحنين زاد. بركة تحت على واحدة حاشيك. مازلت صغير. ربي يبعث لك بنت الحلال ان شاء الله. لا بنت حلال لا بنت حرام يز. انا ظهري ما نحوس ما نسي. عادي عملت اكسبيريونس خايبين مش معناتها المشكلة فيك انت. وزاد هذيك هي الدنيا. المرأة يلزمها راجل والراجل يلزمه مرأة. أنا ما عنديش مرأة ومش جوزي مرتاح ما فما حتى مشكلة. صح عليك. هاني أنا وحدي بعد ما توفى راجلي والحكاية ياسر مقلقتني. مش مستكوزي وشربة مخي كما تقول أنت. إيه مازلت صغيرة. تو تلقى شكون ولد حليل وتعاد حياتك. إيه ما سهلة الحكاية.
يعني تصعب فيه؟ بربي شكون باش يقبل مراها جيلة وبولدها؟ ما تعرفش على المكتوب كيما يقول؟ أنا نعرف عبيد صغار ومعرس ومرتين وثلاثة. بنتي صغيرة وتبارك الله قارية ومتربية، ما ناقصك شيء؟ عايشك. أمينة توعتني نربي ولدي ونكبره، ماش حاجتي بحد شيء. تنجم تربي ولدك وتكبره وتعيش حياتك نورمال. الكلام سهل، أما قبل هذا كل يلزمني نلقى خدمة. إذا تهنى عليها الحكاية سي بون جاوك بيه. يا عايشك، والله مزيدك هذه ما ننساهالكش. مزيه شيء يا بنتي، أنا بيدك يسحق، لقيت عبيد عاونوني. تسحقوا أي حاجة أنا بعدك راسي سد. إيه مشيت معاك، لازمني نمشي أنا تو ما نعطلكش. ورا على روحك.